طيب الملحمة، هذا عنوان تقرير ياسين بالمنور. هذه الملحمة الحلقة الأولى اليوم والحلقة الثانية غدا إن شاء الله تتم بالأفراح والمسرات والتتويج. ياسين بالمنور. من سويداء قلوبهم طلع صوت الأحرار يناديهم للانتصار، فانتصروا. أقسموا برب النازلات الماحقات أن يكونوا محاربين، فكانوا مقاتلين أمام نجوم هارامبي. أقسموا برب البنود اللامعات الخافقات أن يصعدوا الجبال الشامخات الشاهقات، فصعدوها فوق الأسود. كانوا مثل الجند الثائرين وإلى الانتصار بالعزيمة والروح قائمين، فوفوا بالوعد وكانوا عند العهد أساسيين واحتياطيين. فيا كاتب التاريخ مهلا، رويدك اسمعهم ولا تغلق الصفحات. دون بحبر أخضر جزائري خضرة سهوب متيجة وعنابة ووهران. دون بقلمك الذهبي ذهب واحات تجرت والواد وجنات. دون بحبر أحمر قاني حمرة دمائي بنب العيد وحسيبة. دون في مجلدك، دون بين أسطرك، هذا الثائر ينادي، متعوا ناظركم ببسالة بن سبعيني. وانظروا لرباطة جأش بلحي، اسألوه وسيجيب، إنه بالعمر وماندي من يدافعان عن عاريني. واصل يا تاريخ وأخبرهم عن أفراح نحتها ماجر وعصاد وبلومي، وقل لهم الخلف حاضر ببليلي وقديورة وفيغولي. واصل يا تاريخ بحروف بن ناصر وذكرهم بأن الطفل عمار ياسف خلفه عطال يوسف. وإن تحدثت عن محرز فتوقف وخذ نفس. حطها في الجول يا رياض، با 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 جول. لأنك يا تاريخ ستروي قصة بطل هو فخر الجميع. مسيرة تواصلت بعد أن عقدوا العزم أن تحيا الجزائر، فشهد العالم عليهم مرددا بالثلاث: فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. ثلاث رصاصات وكأن زابان من أمر، وآدم والناس سمع وانتصر. وفي صراع مع فيلة إيفوارية في غولي سمع بن مهيدي فأصر، وانبولحي للطريق اختصر، إنه عهد العمل. يا كتاب التاريخ في صفحاتك كتبت بقلم محرز مسيرة آخر محطتها كانت التهام النسور، فاستمع لمقدمتك ولا تستعجل غلق صفحاتك، فالخاتمة ستكون مجدا وعزة وأمل، وسندون سويا أروع الكلمات. شكرا، شكرا جزيلا لزميل ياسين بالمنور. تقرير جميل، كتب تاريخ جديد ياسين بالمنور في تقاريره النهارده. تقرير ولا أربعة، وكل تقرير زملاء ممتازة إن شاء الله. بصراحة اليوم لا، بس ده عامله من القلب. ها؟ عامله من القلب، حاجة سبيشال، شيء من القلب يخرج ينبض طبعا، بيوصل للقلب بسهولة، اللي من القلب بيوصل للقلب بسهولة. لكن الشغل، العمل التلفزيوني عمل ممتاز، عمل بين التاريخ وبين الكورة وبين الجزائر، ربط بين الماضي والحاضر، الماضي والحاضر، هذا شيء ممتاز. شكرا مرة أخرى للزميل ياسين بالمنور. أعتقد أنه قد يمكن يستخدم بالماضي تحفيز اللاعبين، هذا تقرير مثلا فكرة يمكن يستخدم بالماضي تحفيز اللاعبين، تقرير محفز جدا. بالماضي يحفز اللاعبين مثل ما هو يشوف. والله يكفي يكفي شغل النشيد الوطني اللي هز الجبل ده بصراحة. النشيد الوطني الجزائري ما شاء الله يحرك الصخر زي ما بيقولوا كابتن هشام. طيب شو رأيكم نستمع إلى أوغستان
سانغور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم ماذا يقول عن مباراة الغد؟ ماذا يقول عن الدور النهائي الجزائر السنغال؟ Mes impressions, c'est d'abord dire que ce sera une grande finale. Deux grandes équipes composées de beaucoup de joueurs de qualité qui ont fait aussi de très bons parcours dans cette CAN. Et pour nous, c'est un retour après quelques années. Depuis 2002, on n'avait pas joué de finale. On y revient. Et bien entendu, on y revient pour gagner. Mais je sais que ça ne sera pas facile parce que nous aurons affaire à une très forte équipe algérienne. Mais comme je le dis depuis le début de cette CAN, je sens que nous sommes capables de réaliser la performance que tout le peuple sénégalais attend, c'est-à-dire gagner une première fois la CAN. طيب الى زميل احمد النوير في القاهره ليحدثنا عن استعدادات وتحضيرات المنتخب السنغالي. احمد مساء الخير، تفضل. نعم بالفعل، لا حديث يعلو داخل معسكر منتخب السنغال التحضيري لمواجهة منتخب الجزائر في نهائي كان 2019 سوى الفوز وتحقيق الفوز أمام منتخب الجزائر واقتناص كأس البطولة. هناك حافز معنوي كبير لدى اللاعبين لدى الجهاز الفني في تحقيق هذا الإنجاز في الدخول بالكرة السنغالية لتاريخ جديد. نعلم جميعا أن المنتخب السنغال لم يظفر بكأس البطولة على مدار تاريخ مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا، وبالتالي فالحافز كبير لدى الجميع في كتابة هذا التاريخ، وخاصة في ظل أن منتخب السنغال الكل يرشحه لاقتناص اللقب منذ بداية مشوار النهائيات. أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال أكد على لاعبيه بالاهتمام بالتفاصيل، وكما ذكر أن من يحسم التفاصيل خلال هذه المواجهة هو من ستكون له الغلبة للظفر بنتيجتها وظفر أيضا بكأس البطولة. أعد العدة لمتغيرات المباراة من خلال خطط بديلة كما ذكر. كان هناك أيضا استعدادات من خلال حصة تدريبية للتدريب على ركلات الجزاء الترجيحية خلال المران الأخير لمنتخب السنغال، تحسبا للاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية في حال التعادل. إضافة أيضا كما نعلم جميعا أن المنتخب السنغالي سيفقد عنصر من أبرز عناصره وهو كوليبالي مدافع منتخب السنغال وأحد أفضل مدافعي العالم، وذلك لحصوله على إنذارين. ولكن وفقا لما ذكر أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال أن البديل جاهز في هذا المركز، يعني أنه غياب مؤثر ولكن البديل جاهز في هذا المركز. إذن جاهزية فنية بدنية خططية لمواجهة الجزائر، والطموح يملأ الجميع في معسكر منتخب السنغال بتحقيق الفوز وكتابة تاريخ للسنغال من خلال اقتناص كأس البطولة. طيب المنتخب السنغالي سبق ونقابل المنتخب الجزائري في المجموعات، المباراة لا تعاد لكن هذه مباراة أخرى. صحيح، والحالة الذهنية والفنية للاعبين مغايرة. الآن الجزائر أصبحت أكثر ثقة ومرشح الأول، لم تكن كذلك مع بداية البطولة. هذا مسألة حساسة على الصعيد الذهني، لكن على العموم السرقات ستتأثر بغياب كوليبالي بدرجة كبيرة. الفريق لا يلعب كرة قدم جماعية رغم أنه يمتلك فرديات حاسمة جدا خاصة في الشق الهجومي. الجزائر تبدو أقوى، أكثر انضباط، أكثر قوة كمجموعة وحتى كأفراد، لذلك أراها أقرب للفوز باللقب. الجزائر صحيح. أنا لا أخشى على الجزائر إلا من الإرهاق وحالة التعب اللي أصابت اللاعبين، خاصة مع ضغط المباريات ومع المستويات الكبيرة اللي قدموها خاصة في مباراة نيجيريا والجهد المضاعف. لكن أتوقع أن بكرة إن شاء الله يكون دور كبير جدا للثنائي بغداد بنجاح ويوسف بليلي، ولو إن شاء الله في حالتهم مع رياض محرز وأيضا بقية اللاعبين إن شاء الله الجزائر يكون طريقها سالك نحو الفوز بالكأس. شخصيا أشعر بالتفاؤل وأشعر أيضا أن المنتخب الجزائري أقرب من أي وقت مضى إن شاء الله للتتويج باللقب. صحيح المباراة لن تكون سهلة، وزي ما قال محمد المباراة هذه المباراة تختلف عن مباراة الدور الأول، والمنتخب السنغالي يسعى بكل قوة للفوز بأول لقب في تاريخه، وصل للمباراة النهائية في 2002 ولم يتمكن من التتويج باللقب. فعموما المباراة الحظوظ تبدو متساوية فيها، لكن بالروح وبالعزيمة وبالإرادة الجزائرية تحسم الأمور إن شاء الله على أرض الملعب. هذا ثامن نهائي مكرر هشام، سبع مرات شهد بطولة كأس إفريقيا سبع نهائيات مكررة، إلا وما يلتقي منتخبان في دوري المجموعات يعاد يتكرر ويلتقوا في النهائي. عام 67 الكونغو مع غانا،
فاز الكونغو، فازت غانا بعدين فاز الكونغو في النهائي، بعدها عام 82 غانا ليبيا كان تعادل، بعدها فازت غانا. يعني في كل مره المنتخب الذي يتعادل، حبيت اقول لك المنتخب، ما نقول لك المنتخب الذي يتعادل او يفوز في دوري المجموعات هو الذي يفوز بالنهائي في الاخر في ست في ست نهائيات مكررة. بما ان احنا فزنا على السنغال، ان شاء الله نتمنى انه نكملها يعني في النهائي، النهائي مكرر. اعطيني من الاخر، قل لي راهو الجزائر فاز على السنغال ولذا يفوز في الدور النهائي حسب. والله ما تخاف الا من ارقام واحصائيات عبد الناصر. يوم ماتش كوت ديفوار برضه قال لك المره دي خد لي صعبه علينا والتاريخ علينا، وكانت المباراه يعني ما فيش اصعب من كده، ووصل درجه الترجيح. مش مشكل. طيب نستمع الى اراء بعض لاعبي المنتخب الجزائري، اسماعيل بن ناصر، رامي بن سبعيني ومهدي زفان مع الزميل نسيم الطالبي خلال التمارين اليوم. For me is something incredible, but we don't have to think about that. We have to think about the game tomorrow and to do everything we do all the games. كل مباراة على بالنا بلاها راح تكون مباراة صعيبة. بريبارينا هاد لي تروا ديرني جور، اليوم بقات لنا لا ديرني سيونس، ان شاء الله نزيدو نخدمو لي بقاو نكونو بريبارين ان شاء الله. On est confiant, on sait que ce sera difficile, il y a une équipe en face qui va tout donner aussi, c'est une bonne nation africaine qui va tout donner pour remporter le match, et voilà, à nous de mettre tous les ingrédients pour être au-dessus. طيب هذه اراء اللاعبين في تفاؤل بالنسبه للاعبين، وفي عزيمه، وتشعر ان المنتخب الجزائري سوف لن يمزح مع التتويج. اؤمن ان الجزائر اقوى فنيا ذهنيا. التتويج ولا شيء غير التتويج، صحيح. الانتصار ولا شيء غير الانتصار. الكأس ولا شيء غير الكأس. شام انا حبيت كله بفضل ربنا برضه. لا بالحقيقة الجزائر اقوى وبفارق كبير عن قالبية وجميع منتخبات القارة في البطولة. لذلك اتمنى فقط ان كل لاعب جاهز ذهنيا، لانه التحدي هي مساله ذهنيه بدرجه اولى، لانه فنيا من الواضح ان منتخب الجزائر اقوى من السنغال كمجموعه. اتمنى فقط ان يتم تحفيزهم وتحضيرهم ذهنيا ان يتعاملوا مع جميع لحظات المباراه، لانه لا قدر الله قد تكون البدايه غير جيده، يجب التعامل مع لا 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 سبق الخير ان شاء الله. سبق الخير، ما احنا مسبقين الخير وكل حاجه والخيرات وتفاؤل وعايزينهم يفوزوا بالكاس، لكن وهذا لا نتمناه. لو لا قدر الله لم يكن هناك توفيق ولم يحالف المنتخب الجزائري، مين توفيق؟ ها؟ مين توفيق؟ توفيق لو لم يكن هناك توفيق بالنسبة لا للمنتخب فيه. الجزائري وليكن مثلا، خلينا برضو ناخد 1%. بس عايز بس أقول رسالة أن المنتخب ده شرف الجزائر وشرف العرب ورفع الرأس الجميع باذن الله. حتى لو محمد عايزين كياس، محمد عايزين كياس، محمد اصل هي كوره كابتن، انت قلت لي في الاخر. طيب من الاخر عتيد، انا قلت لك من الاول وارجع عيدها في الاخر، الكاس جزائري ورزق على الله. برافو عليك حبيبي، اوعى الكهرباء. هشام اللي حاب يتكلم بس على بن ناصر. بن ناصر بن ناصر هذا يعني كان واحد من مفاجآت الدوره. يعني في 2015 اللاعب اختار الجزائر، حدث له مشكله عويصه مع ابوه، هو أمه جزائرية أبوه مغربي، مشكلة عويصة جدا. الاتحاد الجزائري كان ذكي نوعا ما، لأنه في المغرب هم اتصلوا به في المغرب الأول، في المغرب لكنهم عرضوا لأنه يلعب في منتخب الشباب، لكن في الجزائر قالوا له أنك تلعب في المنتخب الأول، وهو ما جعله يختار يعني المنتخب الجزائري. يعني لاعب على الرغم أنه والده كان مصر أنه يلعب في المغرب إلا أنه اختار الجزائر، ومثل ما يقول الكرة تجازي، يعني كل واحد يكون مغامر. بس الجزائر والمغرب واحد. لا أنا أخوي أندريا زولي يلعب في إمبولي. إيه كان يلعب في إمبولي وعملت معه أيام معايشة تقريبا أسبوعين. في كل تدريب كان بن ناصر أفضل لاعبين فنيا وحتى بدنيا، كان يركض مجتهد ومنضبط جدا. لذلك أعتقد أنه سيستمر وسيصل لمرحلة كبيرة جدا إن شاء الله. وكابتن هشام محسومة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا كان 2019 بن ناصر بدون أي منازع، وبعد إن شاء الله ينتقل للميضان بإذن الله إن شاء الله. طيب هكذا نصل إلى الختام أعزائي المشاهدين بالنسبة لمساء أفريقيا، بالنسبة للحلقة القبل الأخيرة
لكأس أمم إفريقيا 2019. غدا موعدنا يتجدد بإذن الله مع الحلقة الأخيرة. إن شاء الله نلتقي والكأس مرفوعة من الجزائر. إن شاء الله نلتقي والجزائر فائز. إن شاء الله نلتقي والجزائر بطل إفريقيا 2019. هذه كل تمنياتنا كي تكون الحلقة الختامية من أحلى ما يكون بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2019. كل الشكر لعبد الناصر البار. شكرا مشكور هشام. شكرا عبد الناصر. شكرا محمد الجزائر. شكرا على توقعاتك. تفاؤله. ها؟ على تفاؤله. تفاؤل. وشكرا لمحمد العلوي. العلوي. شكرا. حبيبي. شكرا تشرفنا بوجودك معنا. في الختام أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة. في الختام أعزائي المشاهدين إن شاء الله غدا بإذن الله ما نقول إلا كلمة واحدة إلا جملة واحدة وهي 1-2-3 فيفا الجزائر. Thank you.